أهلا بكم مشاهدينا أعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن في نافذة من أمام مقر نقابة المهندسين الفلسطينيين في فرع نابلس. تجري اليوم انتخابات على مستوى الوطن في الضفة الغربية تحديدا للمهندسين الفلسطينيين، وهي للدورة 20 لدورة سنة 2021 وحتى 2024. تقريبا هناك حوالي 20,000 مهندس يشارك في هذه الانتخابات على مستوى الوطن في نابلس لوحدها، حيث نحن متواجدون الآن. تقريبا يسمح أو يمكن ل2000 مهندس المشاركة في هذا الانتخاب والاقتراع، ممارسة حق الاقتراع. تتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة كتل انتخابية، من ضمنها قائمة العزم المهنية والقائمة المهنية المستقلة وقائمة المهندس الفلسطيني. يرأس قائمة المهندس الفلسطيني الدكتور المهندس سامي حجاوي، وهو مرشحا عن مجلس النقابة بشكل عام، وفرعها في نابلس سيكون وهو مرشحها المهندس مروان جمعة. عن قائمة العزم، وهي ضمن قائمة التآلف في تحالفها، قائمة التآلف الهندسي، مرشح عن فرع أو مرشح لرئاسة فرع نابلس المهندس يزن مصباح جبر. ومن قائمة القائمة المهنية المستقلة المهندس محمد سليمان الشنار أبو جعفر. طب سنحاول في هذه اللحظات القادمة مشاهدينا إجراء بعض المقابلات إن أمكننا. ألمح هنا المهندس يزن جبر المرشح لمنصب رئيس فرع نابلس عن قائمة التآلف. سنحاول أيضا أن نكون على مساواة واحدة من الكتل المتنافسة، نرصد أجواء الانتخابية. لا أعرف، بإمكان المصور التقاط بعض الصور أيضا للبوسترات والبلبوردات الموجودة حوالي النقابة. طبعا أجواء من التنافس الشديد تسود حاليا. بدأ أو فتحت صناديق الاقتراع في الساعة 8 صباحا وستستمر للساعة 6 مساء، بعدها ستكون هناك عملية فرز الأصوات. هناك أيضا مرشح في مدينة نابلس المهندس رشيد صالح، هو المهندس المستقل. بطبعا أذكر المهندسة نادية حبش هي أول امرأة فلسطينية تترشح لرئاسة النقابات الفلسطينية بشكل عام في تاريخ النقابات الفلسطينية، وهي أول امرأة فلسطينية أيضا تترشح لمنصب نقيب المهندسين في فلسطين، وسبق أن كانت أول امرأة فلسطينية تترشح لرئاسة فرع وفازت كذلك. طيب نحاول نأخذ المهندس يزن جبر. مهندس يزن، السلام عليكم، اسمحنا في مقابلة، احنا الآن على الهواء، مرحبا بك، موفقين للجميع. كيف الأجواء الانتخابية الآن تسري؟ والله أجواء تنافسية، يعني فيها حدية من ناحية الإقبال على التصويت. الإقبال على التصويت ممتاز، حاليا تجاوزوا 500 مهندس اللي بيصاروا مصوتين لغاية الآن. يعني نحكي تقريبا 25% من المصوت لهم في لا أقل شوي، أقل شوي، بس لا الحمد لله يعني أجواء يعني تنافسية بمودة وزمالة ومحبة واحترام، وواضح إنه هيك يعني أجواء حلوة. هي بتكون أجواء انتخابات في نقابة المهندسين أجواء حلوة وطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر كذلك. بالعادة بتشد بعد العصر وبعد طبعا بعد ما يروحوا الموظفين من دوامهم أكيد بيزيد العدد. يعني هلا في شوي ضغط بس أخف من أول. ندعو إذا اللي بتابعونا هلا إذا إحنا لايف أي حدا يجي هلا لأنه يكسبها، لأنه بعد العصر رح تصير أزمة. هلا الأمور سالكة يعني ورح يكون في أزمة بعد العصر. كيف الأجواء الانتخابية بين الكتل؟ نحن اجواء مواد محترم، الاهل الاكل اذا بتشوفوا جاي الاكل، هلا الكل بوزع على الكل، يعني مش بحدش بيجيب لجماعته ولا مية، الاكل كله اجواء تشاركيه، كلهم بالاخر احنا تجمعنا الزماله والمحبه والاخوه، علاقتنا ممتازه مع بعض، مزح واكل وشرب مع بعض يعني. فبنتمنى هذه الاجواء تسود في كل البلاد ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. شكرا لك.
إذا كان هذا المهندس يزن جبر المرشح لرئاسة فرع نابلس. حاول ناخذ ايضا احد المرشحين عن قائمة المهندس الفلسطيني، نبحث عن الدكتور المهندس مروان جمعة اذا استطعنا ان نلمحه. اذا كما قال المهندس يزن جبر هناك ما قرابة 25% يزيد او اقل من المشركين. أرسلنا خلف طلب المهندس مروان جمعة كي نكون مرة أخرى كما قلنا مشاهدين الأعزاء على مسافة واحدة من جميع الكتل المتنافسة. بالعادة نقابة المهندسين وانتخاباتها تشهد يعني إبراز أكثر للحدث وتسليطا للضوء أكثر. أيضا المهندسون كما دائما يعرفون أنفسهم هم طليعة الشعب الفلسطيني ومن النخبة، وبالتالي انتخاباتهم تحظى بتسليط الأضواء عليها أكثر. في الأيام الماضية كانت هناك في قوائم وكان هناك يعني برامج انتخابية ومهرجانات انتخابية لكل كتلة انتخابية وكل قائمة في يعني من الكتل المتنافسة أو القوائم المتنافسة في انتخابات المهندسين الفلسطينيين. للتذكير في فرع نابلس تحديدا يتنافس الرؤساء الثلاث ولقوائم مختلفة، المهندس يزن جبر عن قائمة التآلف الهندسي، المهندس دكتور مروان جمعة عن قائمة المهندس الفلسطيني، والمهندس محمد الشنار أبو جعفر عن القائمة المهنية المستقلة. وفتحت أبواب الاقتراع كما قلنا في الساعة 8 صباحا وستستمر للساعة 6 مساء كما هو معلن الآن، ربما يكون هناك تمديد لكن كما معلن الآن الساعة 6 مساء. تشهد بالعادة ما بعد العصر وهي فترة انتهاء أعمال المكاتب الهندسية اكتظاظا وقبولا أكثر للمقترعين. نقيب المهندسين الحالي لمستوى الوطن المهندس جلال الدبيك وكان ضمن قائمة المهندس الفلسطيني سابقا المكتب الحركي. قلنا أنه طيب إذا المهندس مروان جمعة نلمحه، سنحاول أخذ مقابلة معه. حق علينا مقطعينك اكيد من الصبح وانتوا على قدم وساق، صحة وعافية، احنا على الهواء مباشرة. خذ وقت، صحة وعافية مرة أخرى. تسلم. كيف الأجواء الانتخابية تجري اليوم؟ أجواء الانتخابية بتجري بجو من الزمالة وجو لطيف، الناس بتيجي بتقترع. واضح انه الناس محدده خياراتها لهذه الانتخابات، البرامج الانتخابيه توضحت للناس، زياره المواقع توضحت، الناس عمالها بتقرا التاريخ، بتقرا سير الناس المرشحين وعمالها بتقترع. اجواء جميله، احنا هذه الاجواء في مساء اليوم بنتهي الجو وبنصبح كنا موحدين كمهندسين. كم تقريبا نسبة الاقتراع إلى الآن؟ يعني حسب ما بيحكوا نسبة الاقتراع جيدة، اقترع حوالي 700 750 مهندس. 2000 تقريبا؟
يعني احنا متوقعين نوصل لحوالي 1600، يعني تقريبا احنا على مشارف 50% من المتوقع لانهم يقطنون. كيف الاجواء بين الاجواء التنافسيه ما بين الكتب؟ يعني لو زرت الموقع وين انا موجود، احنا ثلاث مرشحين جنب بعض جالسين. طبعا هذه انتخابات مهنيه لها طابع مهني مش طابع سياسي، والانتخابات المرشح القادر اللي عنده مشروع للمهندسين وقادر على العمل الناس بتقترع له، واحنا قبلانين بخيار المهندسين. اهم شيء انه الواحد بالنهايه ما يقدمه صندوق الانتخاب يقبل به الجميع. صحيح. هل هناك في رساله توجه ايصالها للمهندس الذي يجلس ربما في مكتبه يشاهدك ولم يقترع الى الان؟ رسالتي للمهندسين نابلس بالتحديد، نابلس لها قيمه كبيره ونقابه المهندسين قاطره كبيره واهمها في نابلس. انزلوا اقترعوا، جيبوا المرشحين كما تشاؤون، جلوسك في المكتب ما في بفيد المشروع، حضورك للانتخابات هو من يعطيك الحق بتحديد مسار نقابة المهندسين بالمستقبل. طبعا واللي بيطالب بتغيير شيء معين الآن هي فرصته، فرصته باتجاه التغيير. بالطبع كل إنسان عنده قناعاته الخاصة فيه. نشكرك سيدي، شكرا، يعطيك العافية. إذا كان هذا المهندس الدكتور مروان جمعة وهو مرشح لرئاسة فرع نابلس ضمن قائمة المهندس الفلسطيني. نحاول البحث عن الأستاذ مهندس محمد الشنار أو من يمثله حاليا. هاي لمحنا أبو جعفر. أبو جعفر السلام عليكم، نحن على الهواء مباشرة. مرحبا. كيف تجري اليوم أجواء الانتخابات؟ حقيقة نقابة المهندسين هي عنوان كبير في موضوع الانتخابات، لم تتوقف فيها الانتخابات عبر التاريخ، وبالتالي هذا جو إيجابي جدا بعبر عن روح النقابة وروح المهندسين وطبيعة انتخاباتهم المميزة. شو اللي بيميز دور العشرين انتخابات النقابة المهندسين؟ الحقيقة بميزة أنه في قائمة ثالثة اللي هي القائمة المهنية المستقلة اللي بتعبر عن جموع المهندسين بغض النظر عن أطيافهم وتوجهاتهم السياسية. كيف نسبة الاقتراع تقريبا إلى الآن؟ النسبة الموجودة حاليا نسبة جيدة، من أصحاب حق الاقتراع اليوم في حوالي 25% صاروا مصوتين. شو أبرز رسالة أنتم جايين تفرضوها أو تعززوها في من خلال رئاستكم إن شاء الله إذا تم الفوز لكم في نقابة المهندسين؟ الحقيقة هناك عدة أهداف، ولكن الهدف الأساسي إعادة المهندسين إلى قاعدتهم اللي هي النقابة، يعني بمعنى أنه تصبح النقابة قوية بأعضائها، وهذا من خلال نشاطات عدة برنامج من يعني البرامج اللي ممكن ننفذها خلال الفترة القريبة اللي تشد الموظفين إلى نقابتهم. هل هناك استقطاب حاد بين الكتل؟ يعني ربما ترشح أو ترجح كفة فريق على فريق آخر؟ الجميع بذل المجهود، بعتقد أصحاب حق الإقطاع واعيين وكل واحد بيقدم صوته، وإحنا بالآخر نحترم نتائج الانتخابات. سؤال أخير، لماذا تشهد انتخابات نقابة المهندسين هذا الزخم من الاهتمام من الشارع الفلسطيني؟ لأن النقابة هاي تؤدي دور مهم في المجتمع المحلي، لأنها نقابة مميزة بإنجازاتها، لأنها نقابة مميزة باستمرارية الانتخابات عبر التاريخ دون توقف، أعطاها ميزة إنها يعني ليس لهناك عندها أي تحفظ على الانتخابات، وهي الروح هي اللي خلت المهندس بيجي ينتخب، لأنه عارف المنتخب إنه بعد ثلاث سنوات سيعود للصندوق، وهذا عمل حيوية في الانتخابات. موفقين. شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية. إذا كان هذا أعزائي المشاهدين المهندس محمد الشنار مرشحا عن قائمة المهنية المستقلة لرئاسة فرع نابلس. طب إذا كما نشهد هنا حالة من الازدحام المروري في محيط مقر نقابة المهندسين، وهذه ملاحظة ربما لماذا لم تجرى الانتخابات يوم السبت. نعيد ونذكر بما قلناه، انطلقت الانتخابات أو فتحت صناديق الاقتراع في تمام الساعة 8 صباحا، تستمر حتى الساعة 6 مساء.
يتنافس عليها ثلاثة كتل على مستوى الوطن، ثلاث كتل أو ثلاث قوائم متنافسة. المهندسة نادية حبش تتنافس أو تترأس عن قائمة العزم المهنية، المهندس سامي الحجاوي عن قائمة المهندس الفلسطيني. طب إلى هنا إذا مشاهدين الأعزاء نصل إلى ختام هذه النافذة، كنا معكم بها من أمام مقر نقابة المهندسين الفلسطينيين. ربما نكون معكم في نوافذ أخرى حال استطلاع النتائج أو فرز الأصوات في مساء هذا اليوم. نشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم برعاية الله.